أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من موقع كتابات ومقال للكاتب عون القلمشي يقول فيه: بعد مرور عقدين من الزمن على الاحتلال الأمريكي للعراق، يصبح من غير المجدي فتح سجل هذه الجريمة النكراء وما ترتب عليها من نتائج تدميرية شملت العراق دولة ومجتمعا، أو التذكير بأكاذيب المحتل حول امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل وقدرته على شن هجوم نووي ضد أي بلد أوروبي خلال أقل من ساعة. ويضيف الكاتب: وليس مجديا إطلاقا أيضا التطرق لوعوده الوردية في بناء عراق جديد ونظام ديمقراطي يكون منارة تهتدي بها الدول الأخرى، فجميع الخلق في جهات الأرض الأربع قد اطلعوا جيدا على صفحات هذه الجريمة النكراء، أو سمعوا على الأقل بها وصارت موضع إدانة واستنكار شديدين، وحتى الصفحات التي جرى التستر عليها لشدة بشاعتها تم الكشف عنها سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو غيرها من الوسائل، حيث يضاف إلى ذلك الكم الهائل من المقالات والدراسات والندوات والمقابلات التي تعرضت لما جرى في العراق من أهوال ومصاعب الحرب جراء هذا الاحتلال البغيض في العراق. بكل تأكيد ما زال مشروع الاحتلال قائما، ومن يدعي بأن الاحتلال انتهى لمجرد انسحاب القوات الأمريكية من العراق بعد الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين أمريكا والعراق فهو إما ساذج أو مدلس. وهنا لا داعي للحديث عن القواعد العسكرية الأمريكية في شمال العراق ووسطه وجنوبه، ولا عن مساحة السفارة الأمريكية الكبيرة في بغداد أو آلاف الموظفين والخبراء العسكريين، فهذا ما يتحدث به الناس يومياً، وإنما يكفي مراجعة بنود الاتفاقية الأمنية سيئة الذكر التي تم نشرها على الملأ، خاصة المادة 6 و7 والتي تحول العراق بموجبها إلى ولاية أمريكية بامتياز وقاعدة عسكرية متقدمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث نصت بنود المادة 6 على حق القوات الأمريكية الاحتفاظ بكافة أنواع الأسلحة والمركبات والطائرات، وحقها في التحرك في كل أنحاء العراق إذا وجدت ذلك ضروريا وفي أي وقت تشاء. في حين نصت بنود المادة 7 على أنه يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة. وإلى موقع عربي 21 ومقال للكاتب جاسم الشمري يقول فيه: كان المجتمع العراقي في مراحل سابقة من الزمن بين المجتمعات الكارهة للكذب والتحايل والغش والخداع والتزوير والتلاعب اللفظي، ولكن هذه الأخلاق السوداء بدأت تدب في حياة العراقيين شيئا فشيئا بعد 2003. ويضيف الكاتب قائلا: إن العراقيين عاشوا منذ العام 2003 في كذبات نيسانية حقيقية كثيرة لم تتوقف حتى اللحظة، ولقد ساهمت الكذبات السياسية المتسترة بالطائفية الدينية وغيرها في زيادة الخراب المجتمعي هي الأخرى وهشاشة العلاقات الإنسانية في المجتمع. من بين الكذبات المستمرة كذبة بناء الأمن والدولة ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والعمران وحرية التعبير والعدالة والمساواة والعفو العام والشراكة والتوافق السياسي والتعافي الاقتصادي وضبط الأسواق ونشر السعادة، بينما الحقيقة تؤكد ضياع الأمان وسحق هيبة الدولة وزراعة الإرهاب وتقزيم الكرامة الإنسانية وتنامي الخراب وتكميم الأفواه وتفشي النظام والتمايز الطائفي والعنصري واستمرار الظلم والفردية والتناحر الحزبي والركود الاقتصادي وفوضى الأسواق واستشراء التعاسة وغيرها من الصور المتضاربة التي تؤكد استمرار الكذبات في عموم الميادين العراقية.
وقد وصلنا إلى مراحل لا يمكن تصديق ما يحدث فيها. وقد سمعت من مسؤول كبير أن مديرياً لمديرية جرائم محافظة محددة كان يؤجر سيارات الشرطة الرسمية بالساعة وبمبالغ ضخمة لعصابات الاختطاف، والشرطة تعتقل المواطنين الأبرياء وتسلمهم للخاطفين. إلى صحيفة القدس العربي ومقال للكاتب جمال زحالقة تحت عنوان: ميليشيا بن غفير ذراع أمني حصري لليمين الإسرائيلي. هكذا نقرأ المقال. قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي في جلسته الدورية مطلع الأسبوع الحالي شروع في التحضير لإقامة حرس وطني إسرائيلي مكون من حوالي 2000 مجند وعدد كبير من المتطوعين. جاء القرار في أعقاب اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي هدد بالانسحاب من الحكومة على خلفية تأجيل التصويت على قانون تعيين القضاة بموجب المشروع الجديد، حيث ستعمل قوات الحرس الوطني كما تسمى وبشكل أساسي في القدس والتجمعات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، وستقوم بأعمال أمنية خاصة في أوقات الطوارئ لقمع وإخماد الهبات الشعبية، وستكون بمثابة ميليشيا تنفذ تعليمات وأوامر الوزير الفاشي بن غفير. مهما كان السياق، لا تنسى النخب الإسرائيلية لغة الاستعلاء على شعوب المنطقة ودولها، وكأن كل شيء في إسرائيل على ما يرام، والمشكلة تتلخص بين غفير ونظرائه وبقوى مثل الحرس الوطني. لكن ومن دون أي استخفاف بخطورة مشاريع القمع الجديدة، فإن ما قام به ويقوم به الطيارون الذين يتظاهرون في شوارع تل أبيب متشدقين بالحرص على الديمقراطية هو أخطر من ميليشيات بن غفير. هؤلاء بكبسة زر يلقون القنابل الفتاكة ويقتلون المئات من الأطفال والكبار ليعودوا إلى بيوتهم وشوارعهم، يرددون أناشيد الديمقراطية وحقوق الإنسان. هؤلاء ليسوا حالة شرق أوسطية ببساطة، لأن ما من دولة في المنطقة لديها سلاح جو متطور وطائرات حربية كما عند إسرائيل. ونقرأ مقالاً للكاتب مصطفى فحص حول الأزمة في لبنان، يقول فيه: تتقن منظومة السلطة في لبنان سياسة المراوغة وتسويف الوقت والمواقف كذلك، وبرغم انهيار الدولة ومؤسساتها لم تزل ترهن الداخل برهانها على الخارج. لعل التسويات الإقليمية المتسارعة تنعكس انفراجة على لبنان وشعب لبنان، تأخذ بعين الاعتبار مقاربتها للاستحقاقات الرئاسية والمعالجات الاقتصادية، وتمكنها من القفز فوق المطالب الإصلاحية التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني والشعب كذلك، والتي باتت مرتبطة كثيرا بكيفية إنهاء الفراغات الدستورية أمام هذه المراوغة المدروسة والمرتبطة ارتباطا وثيقا وكليا بالخارج. يمكن القول إنه لا شيء يوحي باقتراب انفراجة الأزمة السياسية في لبنان. عملياً يتصرف حزب الله من موقع المستقوي بتحالفاته السورية الإيرانية، وأنها ستصب في مصلحته الداخلية وستؤثر مباشرة على الاستحقاقات السياسية التي ستعالج الأزمة الاقتصادية. لذلك يتمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية الذي تتبناه باريس، ورغم إصرار الرياض وواشنطن على المواصفات والمعايير وعدم طرح الأسماء، فإن الحزب ومن خلفه منظومة السلطة يراهنان على الحراك الإقليمي ودور موسكو وبكين في تليين موقف الرياض وتقليص دور واشنطن في الاستحقاقات اللبنانية. وعليه فإن المنظومة تستمر بقراءتها المجتزأة للحراك الإقليمي وفقاً لمقاساتها، بعيداً عن الواقع الحقيقي الذي تمر به العواصم المتحالفة معها، التي هي بأمس الحاجة إلى التهدئة والاستقرار نتيجة أوضاعها الداخلية القابلة للاشتعال في أي لحظة، وظروف خارجية مرتبطة بعقوبات دولية لا يمكن تجاوزها في أي عملية تطبيع معها.
نشرت مجلة التايم الأمريكية تقريراً أعدته ياسمين سرحان تساءلت فيه عن سبب صيام غير المسلمين في شهر رمضان الحالي، وقالت إن ألكسندر سيليس يعيش في تكساس ويصوم رمضان، ولكن على خلاف 1.8 مليار مسلم في العالم الذين يعتبرون الصيام وفي الإسلام ركنا أساسيا فيه، حيث ليس مسلما، وهو فيليس ليس مسلما في الحقيقة وليس متدنيا حتى، حيث قال للصحفية: نشأت منفتحا على الثقافات والأديان. وتقول سرحان إنه ليس وحيدا في عمله، فحول العالم هناك أعداد متزايدة من غير المسلمين بدأوا بالصوم في رمضان وتوثيق تجربتهم في صيام رمضان، وهم برمتهم لا يشاركون في تجربة الصيام لأنهم يريدون اعتناق الإسلام. فبعضهم مثل سيلس مثلا يعجبهم من رمضان حس ضبط النفس الذي يغرسه الصيام في النفوس. هناك من قرر الصيام من أجل التعرف أكثر على الإسلام وما تقدمه تجربة الصيام من تشبع روحي، وهناك من تحدث عن صيامه من أجل التضامن مع صديق مسلم أو مجتمع مسلم، وقال آخرون إنهم قرروا الصيام نظراً لعيشهم في مجتمعات ذات غالبية مسلمة. ومهما كان الدافع، فحقيقة صيام عدد كبير من الأشخاص حول العالم في شهر رمضان هي مناسبة لهم لكي يتعرفوا على الحكمة من وراء الصيام. صحيح أن شهر رمضان هو الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الشمس إلى غروبها، إلا أنه أكثر من مجرد الجوع. فبالنسبة للمسلمين، رمضان الشهر التاسع من التقويم الهجري، هو الشهر الذي نزل فيه القرآن لأول مرة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شهر العبادة والصدقة والانضباط الروحي والتأمل. والمسلمون لا يصومون في رمضان عن الطعام والشراب فقط، بل أيضا عن العادات السيئة مثل السباب والقيل والقال والحقد على الآخرين. وهو شهر الجماعة، حيث تجتمع العائلات حول موائد الإفطار والسحور أو صلاة التراويح. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور. إلى باريس والمواجهات العنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في محيط منطقة بناء الأحواض الضخمة لمياه الصناعة الزراعية التي لا تزال قيد الإنشاء بالقرب من سانت سولين غربي البلاد، مما أسفر عن إصابة 200 محتج و24 من عناصر الشرطة، أحدهم في حالة خطيرة خلال الأيام الماضية.
وتواكب الاحتجاجات والتي شارك فيها آلاف التظاهرات المتواصلة منذ أكثر من شهرين احتجاجا على قانون نظام التقاعد التي تتصدر المشهد السياسي في فرنسا. من جهتها نددت المنظمات الحقوقية بتزايد عنف الشرطة الفرنسية في تعاملها مع التظاهرات والاحتجاجات واستخدامها المفرط للقوة وبتهديده بوقف دعم الدولة المالية المقدم لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية. يكون وزير داخلية في حكومة إليزابيث بورن جيراند دارمانان قد خطى خطوة جيدة إلى الأمام الأربعاء في الحرب التي يخوضها ضد معارضيه في فرنسا. تمكنت الجزائر من استعادة مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا يرجع تأريخها إلى العام 1659 حسب ما كشف عنه بيان الخارجية. وجاء في بيان الخارجية أن السلطات الاستعمارية استولت على المخطوطة سنة 1842 بعد غارة للجيش الفرنسي ضد الأمير عبد القادر بأعالي جبال الونشريس. وقال بيان الخارجية أن استرجاع هذه المخطوطة ذات القيمة التاريخية العالية والرمزية الكبيرة تم بفضل تضافر جهود السلطات العمومية. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. إذا كنت لاعباً مسلماً في صفوف المنتخب الفرنسي تجلب الفوز لفريقك وتحقق ألقاباً وأرقاماً تجعلك تنافس على جوائز عالمية، فذلك لن ينقذك من عنصرية حتمية. فكلاعب مسلم من أبسط حقوقك هو صيام شهر رمضان. لكن يبدو للمدرب الفرنسي ديدي ديشامب رأي آخر، إذ طلب من لاعبي المنتخب المسلمين تأجيل صوم رمضان لبضعة أيام. لكن تسريبات صحفية تخرج للعلن وتكشف ما هو أخطر من ذلك. فما القصة؟ ضغط وابتزاز. يلعب المنتخب الفرنسي في مارس أذار 2023 مباريات تصفيات أمم أوروبا، أي بالتزامن مع شهر رمضان، الأمر الذي دفع مدرب الديوك ديدي ديشامب للطلب من اللاعبين المسلمين تأجيل الصيام لخمسة أيام كي لا يؤثر على أدائهم في المباراتين التي جمعت المنتخب الفرنسي بنظيره الأيرلندي والهولندي. لكن الصحفي الفرنسي رومان مولينا كشف عن تسريبات تقول إن الاتحاد الفرنسي مارس ضغطا وابتزازا على اللاعبين المسلمين وهددهم بعدم استدعائهم لقائمة المنتخب في حال صيامهم شهر رمضان. لكن في المقابل رفض اللاعبان المسلمان نوغولو كانتي وبول بوغبا الامتثال لتعليمات ديشامب وأصرا على صيام الشهر المبارك، ليفجر الاتحاد الفرنسي بعد ذلك غضبا كبيرا بقراره منع إيقاف المباريات من أجل السماح للاعبين الصائمين بكسر صيامهم. اتهامات متتالية بالعنصرية. لطالما اتهم الاتحاد الفرنسي بالعنصرية تجاه اللاعبين المسلمين والمهاجرين. ففي عام 2016 استبعد المدرب اللاعب الجزائري الأصل كريم بنزيما من تشكيلة المنتخب على الرغم من أنه يعد أفضل هداف آنذاك، مبرراً قراره بقضية الابتزاز التي كان يواجهها بنزيما في المحاكم. لكن ما جعل أصابع الاتهام بالعنصرية تتجه للاتحاد هو استبعاد اللاعب المغربي الأصل حاتم بن عرفة، وهو أحد اللاعبين المتألقين وقتها دون سبب يذكر. كذلك الأمر في مونديال 2022 عندما استبعد ديدي ديشامب بنزيما من المنتخب عقب تعرضه لإصابة وتعمد عدم إعادة استدعائه بعد تعافيه في وسط المونديال، رغم أهميته كلاعب خاصة وأنه توج بجائزة أفضل لاعب في العالم قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم، ليعلن بنزيما اعتزاله اللاعب دوليا بعد انتهاء المونديال دون ذكر الأسباب. كما رفض دعوة الاتحاد الفرنسي لتكريمه بسبب ما تعرض له في كأس العالم.
الاتحاد الإنجليزي يراعي المسلمين. بينما يمارس الاتحاد الفرنسي الضغط على اللاعبين المسلمين في رمضان، أصدر الاتحاد الإنجليزي تعليمات بوجوب إيقاف المباريات عند أذان المغرب وإعطاء الوقت للاعبين المسلمين للإفطار وتناول السوائل والمكملات الغذائية ثم العودة للمباراة بعد ذلك مباشرة. فهل يأخذ الاتحاد الفرنسي درساً في احترام المسلمين من الاتحاد الإنجليزي؟ إلى اللقاء.